إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. المنهجية القاسمية لتحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية في مدة سنة ونصف على يد الشيخ أبو أسامة بالقاسم كيرد بالأغواط هي من بين المناهج الدينية التي شهدت استقطابا واسعا أوساط طلبة العلم الوافدين من مختلف ولايات الوطن. في ظرف سنة ونصف يحفظ القرآن كله وأكثر من 460 حديث وأكثر من 2270 بيت. أنا قمت أكثر من 40 دورة في أكثر من 20 ولاية، 40 نووية هذه 40، كاين اللي يحفظها في يومين، التالي يحفظها في 4 أيام. هذه المنهجية لها دور مهم جدا في الترسيخ وتثبيت ما يحفظه الطالب. ما سمعناه وجدناه حقيقة، حفظنا القرآن الكريم في ظرف 18 شهرا بالإضافة إلى المتون العلمية والحديث الشريف. الحمد لله الذي أتى بي من ولاية سكيكدا إلى هذه المدرسة المباركة لأكون من طلبة الشيخ الفاضل أبو أسامة بالقاسم كيرد. وليشهد التاريخ أن فضيلة الشيخ كان أول من وضع أسس الوقف لتحفيظ وتلقين الأحاديث النبوية. فأول من وضع الوقف الحديث هو العبد الضعيف، وإنما في القرآن كما قلت لكم أنا عندنا في الجزائر وخاصة في المغرب المروك عندنا علامة القرآن هي صاد. أنا درت العلامة في الحديث هي نجمع. وتبقى المنهجية القاسمية بمثابة نموذج يحتذى به في تحفيظ كتاب الله، والفضل بعد الله عز وجل كأمانة حسب شيخنا الفاضل يعود إلى عائلة الفقيد المجاهد الحاج ريدان عزيز وأبنائه في تكفلهم الدائم بهذا المعلم الديني.